اخوكم عبد العزيز صالح كنعان. طبعا انا مشارك معاكم معرض اللي يخص كاس الخليج، خليج 23، مع اخواني الكبار اللي اتعلم منهم. طبعا انا مشارك بهالمعرض ثلاث صور. هذه اول صوره كانت بدور المجموعات بين الامارات والسعوديه. انا الصوره هذه يعني وايد احبها لان فيها اكشن، فيها سرعه شوي، وطب مكاني انا اللي كنت قاعد فيه بالملعب يمكن ما كان فيه وايد مصورين، يمكن احنا ثلاثه اربعه، والحمد لله انا الوحيد اللي حصلت هالصوره. هذه كانت مشاركه اولى بالصوره. هذه الصوره الثانيه كانت دور قبل النهائي بين عمان والبحرين، طبعا انتهت بفوز عمان اللي هو خذ البطوله اصلا. وهم نفس الفكره، هم كنت قاعد بمكان هني كان فيه وايد مصورين، بس اختلفت اللقطه بين كل مصور ومصور. بس انا الحمد لله يعني اعتبرها يعني بالتايم الحلو يعني اللي عجبني، يعني الحمد لله توفقت فيها. هذه كانت بين قطر والبحرين، التعادل والفوز حق البحرين يأهلهم، قطر لازم يفوز، وكان قطر فايز 1-0. وهذه كانت تقريبا نص الملعب، حتى لو تشوفون الخط قريب نص الملعب، والحمد لله هم شوف التايم انه حتى مع التسكينة. طيب شنو الكاميرا اللي استخدمها؟ انا استخدم D5، نيكون D5. نيكون D5 والعدسات؟ والعدسات عندي لينس ال 400 2.8، عندي 70-200 2.8، وعندي ال 24-70. شنو انواع الرياضه اللي تصورها لو بس كره قدم؟ والله لا، الرياضات تقريبا مختلفه، بس الاكثر شيء كره قدم، يعني تركيز كره قدم. زين شيء كره قدم. زين في عندك مثلا انت مشترك مع جروب تطلعون تصورون لو انت تطلع؟ والله انا اول شيء اول بداياتي كنت اصور بنادي القادسيه، كنت ماسك المركز الاعلامي بنادي القادسيه. تدرجت لين صرت، كنا اول شيء يعني بس مصور ومحرر. تدرجت لين صرت نائب رئيس المركز الاعلامي، كان رئيس المركز الشيخ فهد الاحمد. بعدها ما كملت معاهم، فتحت لي موقع مع اخوي عبد الله الدعي اللي هو سبورت كورنر، والحمد لله شغال فيه. طيب شنو اللي استهواك في التصوير الرياضي؟ والله لنا من البدايات يعني انا كنت اشجع القادسيه يعني من وانا صغير، طبعا الاسره كلها قدساويه، فحبيت المجال. كان عندي اصدقاء قدساويه كلاعبين بالنادي، رحت النادي والحمد لله اعضاء مجلس الاداره يعني كان في استقبال حلو منهم. شريت عده بسيطه بداياتي، بلشت اصور، حبيت الموضوع لان التصوير هم غير انه يعني يعطيك خبره، هم اعطاني معارف، فحبيت المعارف هذه والحمد لله. تدري شوف الحين الحمد لله قمنا نشارك بمعارض. يعني كلمه اخيره ودك تقولها عبد العزيز؟ والله اشكر اخواني اللي قامين على المعرض، ما ابي اذكر اسم احد عشان لا انسى احد، من كبيرهم لصغيرهم. وانا قاعد اقول لك شاركت مع ناس يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله اني شاركت معاهم، اني اتعلم منهم وايد، ويعطيك العافيه وما قصرت على التعب اللي تتعبه بعد راسك. الله يوفقك ان شاء الله. شكرا جزيلا. ما قصرت، مشكور.